أحبائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس قواعد النحو. تعلمنا في سنوات سابقة أن كان وأخواتها أفعال ناقصة ناسخة تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، وهي كان، وتفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر في الماضي، نحو كان الجاحظ كاتبا كبيرا، أو اتصافه به على وجه الدوام إن كان هناك قرينة، نحو وكان الله عليما حكيما. صار، تفيد التحول والانتقال، نحو صارت البذرة شجرة كبيرة في عامين. أصبح، تفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر في الصباح، نحو أصبح كل شيء مبتهجا في العيد. أضحى، تفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر في الضحى، نحو أضحى البلد في نعمة كبيرة. أمسى، تفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر في المساء أو الليل، نحو أمسى الجو شديد البرودة. بات، تفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر في الليل، نحو باتت الأم ساهرة طوال الليل في انتظار ابنها. ظل، تفيد الاستمرار، نحو ظل العامل نشيطا. واليوم سنتعرف إلى باقي هذه الأفعال. تأمل معي الأمثلة التالية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما برحت الأرض خيراتها كثيرة. ما فتئ أهل الخير حريصين على إكرام الضيف. من فك المتهم في السجن حتى حوكم. ما دام الإنسان قادرا على أن يذهب ويجيء فلا جناح عليه في أن يذهب ويجيء. ليست الجامعة ينبوع علم وأدب لطلبتها فحسب، بل هي مهبط وحي. لاحظ عزيزي الطالب الأفعال في الأمثلة: زال، برح، فتئ، انفك. تجد أنها مسبوقة بنفي ما، وهذا الشرط واجب لعملها عمل كان، وهي تفيد ملازمة الخبر للمخبر عنه. فنقول: ما زال، ما برح، ما فتئ، من فك. أما الفعل دام في المثال الخامس فإنه يعمل عمل كان شريطة أن يكون مسبوقا بما المصدرية الظرفية وليس ما النافية. أما إذا كان الفعل دام مسبوقا بما النافية فإنه يكون فعلا تاما لا ناقصا، ويكون الاسم المرفوع بعده فاعلا، نحو ما دام شيء أي ما بقي شيء. وفي المثال السادس نلاحظ أن الجملة مشتملة على الفعل ليس، وهو من أخوات كان أيضا، ويفيد نفي اتصاف اسمها بخبرها. وقد يرد هذا الخبر مجرورا بحرف الجر الزائد وهو الباء في محل نصب، مثل ليس الغبي بسيد في قومه. ولو عدنا إلى الأمثلة مرة أخرى تجد أن الفعل ما زال، اسمه جبريل وخبره يوصيني، وهو جملة فعلية. وفي الجملة الثانية تجد الفعل الناقص ما برح، واسمه الأرض وخبره خيراتها كثيرة، ونوع الخبر جملة اسمية. وفي المثال الثالث تجد الفعل الناقص ما فتئ، واسمه أهل وخبره حريصين، ونوعه خبر مفرد. وفي المثال الرابع تجد الفعل الناقص من فك، واسمه المتهم وخبره في السجن، وهو شبه جملة. وفي المثال الخامس تجد الفعل الناقص ما دام، واسمه الإنسان وخبره قادرة،
وهو خبر مفرد. وفي المثال الأخير تجد الفعل الناقص ليس، واسمه الجامعة، وخبره ينبوع، وهو خبر مفرد. ومن هنا نستنتج أن كان وأخواتها أفعال ناقصة، وهي من النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. قد يكون خبر كان وأخواتها اسما مفردا، أو جملة اسمية، أو جملة فعلية، أو شبه جملة من الجار والمجرور، أو الظرف وما أضيف إليه، كما هو الحال في خبر المبتدأ. من فك، وما برح، وما زال، وما فتئ، تفيد جميعها ملازمة الخبر للمخبر عنه، نحو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير، ما أخر السحور وعجل الفطر. ويشترط في عملها أن يتقدمها نفي، ما دام تفيد استمرار الخبر، على أن تتقدمها ما المصدرية الظرفية، نحو قوله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة حياتي. ليس، وتفيد نفي اتصاف المخبر عنه بالخبر، نحو قوله عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فائدتان: كثيرا ما تأتي الأفعال كان، أمس، ظل، أصبح، بات، أضحى بمعنى صار، نحو قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يلزم إفراد كان وأخواتها الناقصة مع أسمائها بغض النظر عن كون هذه الأسماء مفردة أو مثنى أو مجموعة، كما هو الحال مع الأفعال التامة، فنقول: كان الطالب مجتهدا، وكان الطالبان مجتهدين، وكان الطلاب مجتهدين، وكانت الطالبات مجتهدات. إلى هنا أعزائي الطلاب ينتهي درسنا لهذا اليوم، وإلى لقاء قريب في درس جديد من دروس قواعد النحو.